تخيل انك تروح على وسط البلد بعمان يوم الجمعة بس كله اكل 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 اكل، وتشيل محلات الاواعي وتحط اكل اكل، شوية اولاد بغنوا، شوية ناس بتعزف، هو اكل 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 اكل. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد من بانكوك بأكثر شوارع المزدحمة هون. اليوم نشوف إيش نقدر ناكل بعشرة دولار، ويلا نبلش الفيديو بسرعة 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 نلحق ناكل. تمشي كله أكل 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 أكل، وشوارع أزمة بشكل مش طبيعي، كله ريحته زاكية. نبلش هون. أفخم الأشياء أكتوبس، بعرفش كيف تساوى هون، خلينا نجرب زاكي كيف وضعه مع بعض. تبعتي روحي تبعتي راس نه yes the texture is yes amazing yes رهيب رهيب رهيب، فيه الحار الزاكي مش اللي كثير بهري بس حار زاكي كثير. صار لي اشهر عم بسمع عن الاكل التايلندي خصوصا اكل الشوارع، فعشان هيك اجينا على اكثر شارع مشهور لاكل الشوارع. حلوه هاي، شارع مشهور لاكل الشوارع. بلشنا باكتوبوس، حننتقل على طول ناكل اشياء ثانيه. الناس اللي بتايلند اكثر ناس شفتهم بضحكوا بحياتي، طيبين لدرجه مش طبيعيه، لازم تحكي معاهم بس تيجي لهون. My name is so difficult. Yeah. Why? Yeah, it's so long. Really? What's your name? Shontisa. And that's, and that's not difficult. That's not difficult. Yeah, so long. Shontisa. Shontisa. It's long. Yes, yes. And your name? Uja. Uja. Okay. Easy. Yeah, okay. Easy. But Shontisa, you can't blame anyone here. No. Okay. No. No. Good. في إشي مشهور أول مرة باكله اسمه بات تاي، هذا بيجي زي نودلز بنحط معاها الأشياء اللي بدك إياها زي دجاج. طلبنا بات تاي مع سمك. شكل المحل هذا زاكي، طبعا ما في مطعم اليوم، ما في مطعم، ما حندخل مطعم، كله بالشارع. برون بات تاي 90 إيزي. بات تاي from Thailand. زي هيك بهذا الستكس التايلندية. اوه فستق كمان، يا عيني على الدلع. فيها بيض ونودلز وسمك. رائعة، دلع. No, no. Okay. Thank you. بين الأكتوبوس والبات تاي أنا حبيت. What did you like? بات تاي، الأكتوبوس بشكل أكتر بكثير. Octopus my favorite so far. Yes. Amazing texture. We have the queue. Queue. How many minutes almost? 30. 30 minutes to wait. ناس بتسافر عشان تيجي تأكل بهذا الشارع. يو وارات ستريت فود، تيجي من مدينة لمدينة خصوصا اليوم لأنه إجازة. اوكي تيك اواي يس سبايسي بليز. جينا على المحل الثالث، بيع تشيكن ساتاي، هاي المعروف كثير مش بس هون، حتى معروفة بأندونيسيا. تكون خشب، عيدان خشب، بحطوا عليها دجاج وبشووها بتاكلها من العيدان على طول. فيها طعم زي الصويا صوص، فيها عليها شويه سبايسي وعليها شويه اشي حلو ما بعرف شو كمان. تبلة جاهزه بتكون. What's this yogurt? White. Coconut. 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 Yes. جاهزه. Oh my. والصوص هذا اللي حاطين لنا اياه. What sauce is this? Uh,
بينات صوص صوص بالفستق يا زلمة رائع رائع صراحة. هاي يا حبيبي مسكاها نقمة واحدة على السريع بخلص. أكلنا 10 قطع. طلع بحط عليها كوكونات بالأخير بعدين بشويها. يو ذا صوص. بعرفش كيف بسوي صوص من فستق رائع مع العيدان الستاي تشيكن. بتفوز هاي لهلا صراحة. Ooh, I don't know. I'm gonna have to think about it. Yeah, good. Still octopus one, there's two. Okay. I think it's hamae. هاي حقها. 10 قطع ب 80. هاي this is an apple. Apple. مكملين عم ندور شو بدنا ناكل للوجبة الرابعة. الأغلب ناكل إشي حلو بس لسه مش متأكدين. Like there is potato, so you choose the like powder, and you have cheese, paprika, and after you have the sauce. Are you French? I was gonna say, you French is French as well. Anything but no pork. الوجبة الرابعة حناكل أصابع الهوت دوغ. دجاج طبعا مش أي شيء ثاني وعليها خلطة من الجبنة مع الشيبس مع اشي غريب بقليها معاها وبعدين بحط عليها صوص. كيف تختار؟ تشيلي صوص. And chili sauce. Perfect. Yeah, yeah, yeah. Perfect. تختار chili sauce. Step 1 ايش الاشي اللي برا اللي هو جبنة ولا hot dog half ولا جبنة مع اشي ثاني. بعدين تختار الطبقة الخارجية اللي هي قرشل خبز ولا بطاطا ولا نودلز. بعدين تختار الصوص. How is it? Yeah, it's good. Good? You have cheese in the middle? Yeah, she has cheese. Cheese. Cheese sauce. Holly. تأكدت من الزلمة إنها حلال هلا هو قال لي. Yeah. That's amazing. فيها جبنة, hot dog. بطاطا سبايسي كله مع بعض. مكملين بهذا الشارع المجنون لسه فيه معانا مصاري من 10 دولار. طبخ مسوير لازم نحلي بعد كل هذا المالح. شارع جديد كمان عشان نورجيكم قديش ال10 دولار هاي حتكمل معنا وبدنا نكمل وبدنا ندور على اشي حلو كمان. طلع القمصان ذكرتني في سريلانكا هاي القمصان. بس هون بتوقع تلاقي اشياء لانه هون الناس لبيسة يعني لبيسة لبيسة. هاي كوسان رود. Yeah, perfect. Ah, it's nice and cool. You want to try this one? Yeah, what's this? I think it's like pancake. Pancake, but with cream. No, this. This is pancake, this is... Egg and chupa. No. Why? Try? You can. Yeah. I don't want Gina على محل. Wanna try? Can I try one? Try one. All in or yellow? What's the difference? This one coconut, this one's egg. No, coconut. This is coconut and salt and sugar. This is egg and sugar. No, this. Yes. I don't know if it's like the pancake. Hot. 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 Hot.
هاي غريب this good yeah try it it's crispy really weird huh it's good بنهاية الفيديو عشان نكمل $10 يجينا على هذا المحل بدي أطلب عصير بعد كل هالحفلة من الأكل عصير فواكه ومنكون بالضبط ختمنا $10 بانكوك مدينة مجنونة كنت لحالي مسافر هلأ صرنا 6 عم نتلاقى كل شوي عم نكتر كل شوي عم نكتر كل شوي عم نكتر لقينا واحد من ألمانيا بعدين لقينا من فرنسا وصلنا أصحاب وقمنا ثلاثة بعدين لقينا بنتين بعرفش كيف فتنا على هذا المحل نشرب إشي عصير البنتين هذول كانوا بيعرفوا واحد من عنا خلص صرنا كلنا جروب هنشتري الفواكه وهيك تكون خلص $10 وبلشوا تتمطر فجأة هون كبس نشوفكم المرة الجاي فيديو جديد من تايلاند سلام Yeah, yeah, hello, okay? What's this? Fish? One now, one this, one and there. No money. What? Food. Food. What's this? Like Thailand. Khonom bua. Egg and chupa. Why? Mm-hmm. Okay, now.